لمسة من الجمال والابتكار، ومجموعة اليوم من الحقائب والإكسسوار اللي هي كتير عم تكون بطريقة مبتكرة يا سلمى. صحيح، رح نتعرف اليوم طبعا مع ضيفتنا، هي خريجة كلية الفنون قسم الديكور، ولكنها ابتعدت شوي عن هذا المجال ودخلت ضمن مجال الصناعات اليدوية، وقدرت انه هي تعمل من الخيش مثل ما بنعرف الحقائب المشهورة جدا واللي هي بتتميز، وخصوصا بفصل الصيف الكل بيرغبها، وكل فترة بيطلع في عنا موديلات جديدة وترندات جديدة. اليوم رح نتعرف على كل هاي التفاصيل مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، السيدة فيفيان سعيد. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، نورتي. بالبداية خلينا نتعرف على مشروعك وكيف بدأتي فيه. مشروعي أنا بالأساس مع أني خريجة كلية فنون، فالفن يعني بتحسي موجود يعني دائما، فحبيت أني أعمل شناتي مشهورة من حدا كثير غالي على قلبي، مدام هديل الأسمر، قالت لي عندي يعني بتعملي شناتي قش، فأنا قلت ليش ما أعمل خيش. فمن هون يعني انطلقت، وحسيت مادة الخيش هي مادة بسيطة هيك طبيعية يعني أنا بحبها، فحاولت هيك وظفها لتعمل لي شنطة هيك ظريفة، والحمد لله يعني شايفين موديلات كتير متميزة وحلوة وأحجام عديدة، ويمكن دائما يعني بالصيف بتحسيه هو مميز، يعني هي الشنطة لازم تكون عند كل صبية أو سيدة، سواء بحر أو مو بحر أو حتى بالأوقات العادية بتلبق على كل شيء ومميزة. خلينا نحكي عن التصاميم يلي عم تشتغليها والشيء المميز اللي فيه. تمام، هلا التصاميم انا ما بقدر اقول لك انه انا يعني انا بحط الغراض هيك جنبي وبقعد بقى بتطلع معي الفكره، يعني من حجر ممكن انا يطلع معي الديزاين، احيانا بكون نايمه فيه انه على موديل بقوم بنفسه، فهي هيك بتجي معي يعني القصه. تمام، عم نشوف هلا على الكاميرا التفاصيل تبع الشنطه، يعني أنا بحاول أشتغل تهتمي بكل التفاصيل جوا. تمام، حتى من الداخل في هيك لمسه مميزه يعني حتى الاكسسوار الخارجي كثير يعني عطيه لمسه. بحاول هيك اشتغلها من كل الجوانب، يعني تكون قطعه هيك مميزه. اليوم فيفيان الخيش بيحتاج يمكن او يستخدم لاشياء بتحتاج يمكن اثقال كبيره، او اليوم عم نشوفه بحله وجماليه مبتكره. اليوم تحكي لنا كيف عم تختاري هذا الشيء انت بالذات، وقديش عم ياكل منك جهد؟ هلا هو كماده يعني بحسها انا لطيفه يعني من الطبيعه، انك حابتيها حاببتها يعني وعطتني نتائج مثل ما بدي يعني كمجهود. هلا يعني اكيد في مجهود، بس لما بتطلع القطعه خلص بتنسي يعني بفرح كثير لما تخلص هيك القطعه وشو بتطلع مثل ما بدي، فهي اكيد في مجهود بس بينسيك المجهود النتائج. عم نشوف هلا احجام مختلفه. تمام، هدول واشكال موديلات هيك على الخصر، في شيء كمان كروس هيك على الكتف على جناب، يعني هي للكتف وهي على الخصر، مشان هيك انت تاركتيها. تمام، هي بتلفيها ممكن تدخل بالبنطلون او هي تربطها كيف ما بدها. ايه ممكن، يمكن هدول بيختارون هيك البنوتات الصغار اكثر. تمام، كروس هيك على حلو. طيب خلينا نحكي شوي، اليوم بنعرف يعني هذا السوق وخصوصا السوق اليدوي فيه منافسه كثير صعبه. اليوم نحن عم نشوف مثلا يمكن مو نفس الخامه بس شيء شبيه فيها، صار موديلات الكوبي الصيني الموجوده بالسوق وبالمحلات التجاريه، يمكن الاشخاص ما بيعرفوا يفرقوا. تمام، يعني بدها هي خبره. قديش عم تحاولي اليوم تحافظي على مكانه هذا الشيء جدا بياخذ وقت وجهد واثمن قيمه؟ هو لانه انا لقيت انه ما في، يعني هي لما تعطي القيمه للشيء اكيد بيبان، يعني انا هي القطعه قلبها خشب مشغوله يعني من الاي تو زد، يعني انا بجيب هدول هذا الشريط هو بيتكون ليصير شنطه، فانت يعني عرفتي اعطيتي قيمه لهذا الشيء. ف هلا هاي يعني موديل مختلف عن هذاك، داخل فيها حبات اللولو، يمكن انت بتشتغلي احيانا حسب الطلب مثل ما بينطلب منك بالسوق، مثل ما بيطلبوا الصبايا. يعني مو حسب الطلب، انا هذا اللي بشتغله، يعني انا بشتغل ديزايني انا، فهذا اللي موجود، يعني انا ما بحب احد يقول لي هي صوره مثلا بدنا منها، لا الديزاين اللي عندي. يعني هلا اذا حدا بده طلب معين ممكن تاخذي فيه، ولا ممكن تفرجيه شو في عندك بيشبه من هذا الشيء؟ يعني ايه، يعني اللي موجود عندي ديزاين تبعي انا ما بقلت، يعني ما ممكن تجيبي لي صوره انه بدي من هي، لا يعني عم دخلي دانتيل كمان. تمام، كروشيه كروشيه ناعم مع اللولو حجر، هي حتى الحبال كلها عم تنلفلف.
يعني عم تاخذ الأرضية شو عم بتكون؟ أنا حسيت خشب. لما حملتها أنه فيها متانة يعني تمام للطاقة. هي خشب القاعدة والجناب هي خشب حتى تبقى أخذ هذا الشكل. طيب خلينا نحكي شوي عن صعوبات هذا العمل. يعني ما في عمل وخصوصا العمل اليدوي ما بيكون فيه صعوبات يعني تواجه الشخص؟ صعوبة بما طول ما أنت عم تحبي الشيء اللي عم تساويه بظن ما بتلاقي صعوبة يعني. يمكن صعوبة إنه مثلا أحيانا بتعطل مثلا بنقطع أو شيء بنقطعة من ديزاين بيخطر لي مثلا بينقصني شغلة. أكثر من هيك صعوبة صراحة ما في. مواد الخام صعبة؟ صعب إيجادها؟ لا صراحة لا. بس لأنه يعني ممكن مثلا ما يوجد عندك بالبيت تنقطع من شغلة تكون بدك تكملي فكرة فيها. أنا يعني بس هي بلاقيها صعوبة ولا باقي ما تبقى لا الحمد لله. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن ميزة هاي المشاريع الصغيرة بالنسبة للصبايا وللسيدات، ولاحظناها بالفترة الأخيرة كتير من الصبايا بكل المجالات الأعمال اليدوية عم يقوموا بهاي الأعمال، قديش هي منيحة لهم كمصدر دخل أساسي؟ هلا أكيد هذا الشيء يعني أنا كتير بشجع وضروري جدا كل حدا عنده شيء يستغله ليقدر يعمل شيء، يعني لازم ما ينضل مستهلكين، لازم يكون في إنتاج. صحيح. مجتمع ما يكون منتج بيكون غير، خصوصا بهي الظروف يعني. بغض النظر إنه أكيد في مردود مادي جيد نوعا ما، بس كمان إنه عم بيعمل شيء أكيد كل حدا فينا عنده شيء، يعني أكيد عم يشتغل على حاله بيلاقي عنده شيء ينمي ليقدر يعمل شيء. هلا فقط نحن حقائب ولا ممكن هذا خليني أقول البراند يتطور أكثر ويصير في عنا موديلات مختلفة، ممكن شيء مختلف، يمكن حضرتك عاملة شوز خاص فيكي تمام. ممكن تدخلي بهذا المجال أي كمان ولا بس في هلا دائما يعني أنا عندي طموح هيك وعندي أفكار كتير براسي يعني فأنا لا إن شاء الله في ثياب لقدام في شوزات هلا عم شوف إكسسوارات صارت مثلاً شيء للموبايل تمام. شيء مو شرط للشنطة نفسها يعني تمام. صار في شيء تاني إضافي البنات بيحبوا إنه يعني يمسكوا شيء مميز لهم إكسسوارات يعني شيء فلقدام إن شاء الله في أشياء جديدة هي الوقت بس عم ننحصر لأنه كل شهر البازار وعم بيكون في شوي تواصي فما عم بقدر شوي توسع بس لقدام مستقبلاً لا إن شاء الله في طب اليوم هذا التطوير ودائما لحتى تبتكري شيء جديد ومميز عن الاشياء الثانيه الموجوده بالسوق اليوم بحاجه يمكن لمتابعه دائمه لحتى دائما يضل عندك أكيد. على شو بتعتمدي؟ ممكن تعتمدي على اشياء على دورات تدريبيه دائما او ممكن على اشياء من النت تستفيدي منها كبدائيات وانت ترجعي تحطي بصمتك فيها؟ هلا اكيد الواحد لازم يشوف ليتطور لياخذ افكار يعني انت لازم تشوفي شغل غيرك ولازم هو هذا اللي بيعطيكي بيضوي عندك شيء يعني انا ممكن تمام. من موديل سياره من موديل من شجره من اي شيء بتشوفي ممكن يعطيكي شيء تقدري تطلعي منه بشيء فضروري طبعا الواحد يشوف ويتنور وعلى طول يتابع الموضوع يضل عنده اشياء جديده ما يوقف بنفس المكان اكيد 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 خلينا نروح هيك قبل ما نختم اليوم كل سيده بيكون عندها هيك بصمه خاصه فيها وخصوصا السيدات اللي بيشتغلوا بالتصميم اليدوي شو الميزه اللي بتحسي انه انا عملتها بهذا المشروع مين ما شاف شغلي بيعرف انه هذا شغلي انا ما بشبه غيري فيه هلا هو كمادة خيش هلا هو انشغل قش ما انشغل خيش هي كمادة هي فيها تمييز والقطع يعني وطريقه الديزاين والتقانه تبع الشنطه يعني عم تخليها ان شاء الله تكون مميزه اليوم قد ايه ساعدك السوشيال ميديا بالتسويق لشغلك يمكن موضوع التسويق صار اسهل على السوشيال أكيد ميديا طبعا. واكيد حضرتك عندك صفحه خاصه لشغلك اليوم قد ايه عم يساعدك هذا الموضوع اكيد بيساعد يعني بيساعدك تنتشري اكثر بيصير عندك تنعرفي اكثر فطبعا بيساعد كثير اكيد أكيد يعني اليوم نحن سعيدين بوجودك معنا وبكل التفاصيل الحلوة اللي شاركتينا فيها حضرتك من مشاركة حاليا ببازار مدام رنا ألوان سورية بالشيراتون إن شاء الله 15 و16 و17 الشهر أكيد نقول للكل يزور ويشوف مو بس شغل حضرتك والسيدات التانيات اللي عم بيكونوا من كل المحافظات السورية وشغل مختلف وجميل طب خليني أحكي شوي على البازارات كمان البازارات هيك بتقربك شوي من الناس لانه بشوفوا شغلك مو بس على الصفحه لا صاروا عم بيشوفوه على ارض الواقع قديش هيك بتحسي في فرق اليوم ضمن البازار هلا اكيد في فرق كبير يعني انا صراحه نعرفت بالبازار يعني انا كنت اعمل لحالي يعني انه قطع كذا للمقربين الاهل الاصدقاء بس لما فتت على البازار لا نعرفت اكثر الاطراء اللي اسمعه كان كثير مهم لي ليشجعني اكثر يعني
في صبية قالت لي أنا برا ما شفت هيك، فهذا كتير حفزني وعطاني إيه يعني دعم تماما. وحتى يعني صار في يعني طلبات خارجية الحمد أكيد لله. والجمال ما بيخبي حاله بالنهاية أكيد يعني الفن هيك والتفاصيل الحلوة ما بتخبي حاله دائما. قديش إلك فيفيان بهذا المجال؟ هلا انا 3 شهور بالبازار بس انا يعني ما عم اقول لك يعني خريجه 3 فنون، انا بيتي كله بشتغله، انا البديرات مرايا يعني انا بشتغل نيالون على حالي على بناتي وبتعملي لهم يعني انا بدنا نصبح كمان على بنت حضرتك معك عم تصورك بالكواليس نقول لها انت المسؤوله عن بدنا نصبح عليها ونقول لها يسعد صباحك. مبسوطين هن؟ شو ما بدهم شناتي؟ شو ما بدهم؟ ماما ليش ما عملتي من هي؟ ماما بدنا من هي. ماما حاطة ببالك مشاريع ممكن تختاري مشروع توسعي فيه انه يكون لك خاص فيكي لبعدين؟ أكيد, اكيد طبعا يعني عم يعني بقول لك لازم واحد ما يوقف عند حد يعني لازم يكون لقدام في شيء ان شاء الله ايه مهم باذن الله يعني ان شاء الله. اكيد بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بنشوفك قريبا إن شاء الله مع انجازات ثانيه وتوسيع اكثر للشغل. ودائما هيك كمان انا حبيت فكره لازم ما بعرف ايه هلا كمان هي عامله شيء حلو هيك خاص فيها انه حاطه حروف اسمها الاولى مثل ما بيقولوا هيك مثل بصمه خاصه. تمام هي فن، هي فن خشب انت عملتي خشب تمام. خشب أيه. فتفاصيل دائما عند الانثى مختلفه تمام. لما تشتغل شيء فني بتابدع فيه. شكرا لك ولوجودك المميز معنا اليوم. شكرا كثير وشكرا لكم ولاستضافتكم. اكيد شكرا لكم، نتمنى لك التوفيق ودائما نشوفك متالقه وباعمال كثير جديده. شكرا كثير. Thank you.